وللحديث عن الانتخابات المبكرة المعلن عنها سابقا والتي تم تأجيلها في ظل خلافات بين الأحزاب المنخرطة في العملية السياسية، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان حسين العليان الكاتب والباحث السياسي. أستاذ حسين، مرحبا بكم. بعد أن ضرب الكاظمي تاريخ 6 حزيران من العام الحالي قبل 6 أشهر موعدا للانتخابات المبكرة، اليوم الحكومة تحدد موعد 10 من تشرين الأول لإجرائها. بماذا تفسر هذا التضارب الذي ينتاب موعد الانتخابات؟ الحقيقة في العراق لا تستطيع أن تراهن على أسبوع. يعني وليست هناك قضية تستطيع أن تحقق منها بشكل دقيق في البلد، لأنه لا زالت هناك صراعات داخلية حول هذا الموضوع ومرتبطة أيضا بأجندات دولية. هناك رغبة في أنه يعطوا فرصة أطول لحكومة القاظمي أو فرصة أوسع، علها تستطيع أن تنفذ بعض من يعني الإصلاحات من منطق الطرف الآخر، يعني ليست الإصلاحات الحقيقية المطلوبة إنما الإصلاحات التي قد تحدث بعض التوازنات الشكلية فيما بين الأطراف. إذا بتلاحظ القوى التي احتجت على التجديد على التمديد هي القوى الأكثر نفوذا، هي القوى الممسكة بالشارع والممسكة بالمال والممسكة بالأجهزة والميليشيات. والقوى الهشة التي تعتمد على شبكة دعمها السياسي الإقليمي والدولي، يعني هي التي يعني رفعت الصوت بالمطالبة يعني أو الاحتجاج الماء، وهو احتجاجات خجولة ليست احتجاجات جدية. واضح أن القرار يعني يمثل إرادة خارجية أكثر منه إرادة محلية داخلية. ولكن الحكومة ساقت المبررات وقالت بأنه عملية التأجيل إلى أكتوبر المقبل هو لأسباب فنية، يعني إلى أي مدى ترى هذه المبررات مقنعة أستاذ حسين؟ يعني هو حتى تستطيع أن تسكت الخصوم تطرح المبررات المالية أحياناً والمبررات الفنية أحياناً أخرى، يعني وهي عملياً طاسة وضايعة. يعني لا أحد يستطيع أن يتحقق من المسألة الفنية أو يجيب عليها. هم يملكون مفاتيح المسألة الفنية ويملكون مفاتيح المال، وبالتالي ليست هناك جهات محايدة تستطيع أن تقول أن هذا التأجيل فني أو غير فني، يعني الأشياء المفوضية. طيب أستاذ حسين، إلى أي مدى ترى أن هناك يعني إرادة حقيقية لإجراء الانتخابات من قادة العملية السياسية الحالية في العراق؟ شوف، طول الانتخابات تستطيع أن تجدد شرعية بعض القوى الرئيسية النافذة، فهم حريصين على إجراء الانتخابات وفق حسب التجديد يعني التمثيل وتجديد النفوذ. الانتخابات في ظل الواقع الراهن في العراق لن تنتج تغييرا ذا معنى في العراق. تحدث بعض الإصلاحات وبعض يعني المسكنات للشارع العراقي ليس إلا، يعني أنما إذا احتجت أن تذهب إلى انتخابات فأن أمامك سلسلة من الإجراءات الجدية. لم تحصل هذه الإجراءات الجدية ولا أحد معني فيها. ثوار تشرين كان خدعوا، وقسم منهم تحول إلى محاولة العمل في الانخراط في العملية السياسية، وسيحرق في محركة النظام السياسي الجديد لتنتج يعني أزمة أخرى ما بعد الانتخابات. سيكتشف كل من راهن على الانتخابات أنها لن تقدم للعراق حلولا، لا في مسائله السياسية ولا في مسائله الاقتصادية ولا في مسائل الأمن والاستقرار. أستاذ حسين، تعتقد أن الانتخابات يعني بموعدها القديم أو حتى الجديد وفي ظل اضطراب الإجراءات المنظمة لها، هل يمكن أن تنتج برلمانا ثم حكومة تعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب العراقي؟ هي بدأت مزورة. يعني أنت الآن أمام قانون انتخاب، كل قوانين الانتخاب اللي خضع لها كل عمليات الانتخاب المتعددة الأربعة التي مضت كلها جرت تحت قوانين مشوهة، قوانين لا تنتج ما
برلمانات، تنتج برلمانات محافظة، تنتج برلمانات خدمية شكلية، وتنتج برلمانات لا تستطيع أن تقدم أو تؤخر شيئا. يعني أنت اليوم قانون الانتخاب سينتج لك ثلاث أرجل في العراق، كردي عربي سني شيعي، يعني بهذا الاتجاه. القانون نفسه لا يتيح أن تنتج برلمان وطن، ما طول أنت محاصر في دوائر المحاصصة لا تستطيع أن تنتج برلمانا وطنيا. يعني إذا أنتجت برلمان للجنوب وطني أو للغرب وطني فسيبقى البرلمان الآخر طائفي. كذلك الأمر في كردستان، أنت أمام توازن داخلي لا يتيح لك العمل إلا بشروط وآليات النظام السياسي الراهن. آليات النظام السياسي الراهن لن تنتج تغييرا في العراق. الآليات القائمة باسم الديمقراطية والانتخابات وطريقة النظام السياسي والقوانين الناظمة للانتخابات لا تنتج عمل سياسي ديمقراطي. طيب أستاذ حسين، برأيكم هل ينتظر أن يشارك جموع الشعب في الانتخابات المنتظرة، أم سيكون يعني مسيرها كسابقاتها انتخابات منعدمة الجماهير كما حدثت في انتخابات 2018 حيث شارك 18% من الشعب العراقي؟ يعني بجوز الانتخابات هاي تكون يمكن تصل ل 20% مع الزخم محاولات الوعود والمتكررة لثوار تشرين، تصل الى 20% يعني في هذا الإطار، لأن هناك يعني ضخ إعلامي هائل على أن هاي الانتخابات ستحدث شيئا، كل مرة بيقولوا نفس هذا الحكي. وأنا أعتقد أن هذه الانتخابات ستلعن سابقتها وسيلعن العراقيين كل الانتخابات وكل الأيام اللي انتخبوا فيها. من عمان حسين العليان الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا لكم.